انا سميتي حفيظ، جيت اليوم نعود لكم قصتي اللي بدات ملي تزوجت من واحد العائله غنيه عايشه بخير مزيان، ما خصنا حتى شي خير، عايشين في وسط العائله. الاب ديالي تاجر وحنايا حنا تعلمنا التجاره معاه، تاجر في الذهب، وحنايا انا وخوتي عندنا محلات ديال الذهب. المهم عايشين مزيان، خواتاتي عندنا جوجين. المهم كنا عايشين واحد القصه زوينه. الاب ديالي كان من داك النوع اللي ما كيحشمش، بحال خونا بحال صاحبنا، نخرجوا معاه القهوه نعاودوا ليه يعاود لينا، كنا كلشي كان مفاهم معاه. المهم كنا عايشين كما قلت لكم واحد القصه اللي هي زوينه، واحد الحياه واخا حنايا يعني بين قوسين لاباس علينا، وانما كنجلسوا التواضع مع الناس مع الجيران، كلشي كيعرفنا بالتواضع. ايوا صافي، الاب ديالنا كان كيخرج معانا كما قلت لكم، كنضحكوا كنقشبوا كنمشيو للامتحان بركو مع صحابو يعني عادي. دازت واحد الوقيته وليت انا شويه منعزل على خوتي وعلى دارنا، بغيت نشوف المجتمع كيفاش داير من غير خوتي ومن غير الاب ديالي. المهم مشيت وليت كنخرج مع صحابي، كيخرجوني كنشوف الدريات، كنشوف يعني كنشوف بزاف المسائل اللي ما عمرني شفتها مع خوتي. هي هذيك صافي وليت قالب على دارنا، وليت كنمشي غير مع خوتي ومع صافي. هي هذيك وليت كنخرج نمشي للدور مع الدريات، نصيدو الدريات، نهزو الطوموبيل حتى من الخدمه مابقيتش مديها فيها. ولا الاب ديالي دائما كيسولني على الشاده والفاده، ومدير معايا الحساب ملي شافني عواجيت، ولا دير معايا الحساب فين مشات هذه فين جات هذه. المهم زيرني مزيان حيت انا مابقيتش عاطي راسي للخدمه، بغيت عاطي راسي على الدوران وقهاوي وصاير. عجبتني ديك الحياه ديال الليل ومع الدريات، شد هادي جيب هادي. المهم ولفت هذيك القضيه صافي، وليت كنهز وليت كنخسر اكثر من اللي كنصور. صافي الاب ديالي منع عليا انني نبقى نحل المحل تما فين انني تزيرت مزيان. وليت كنمشي عند خوتي كنطلبهم وكنقول لهم والو تزيد، تعطيوني الفلوس باش انني نمشي ندور، نمشي نوقف على الفلوس خاصيني. وهم خوتي كانوا ما كيخسروش ليا، كيسلفوني ولكن كيقولوها للاب ديالي، كيقولوا لي هاللي دار هاللي دار. صافي قال ليهم ما تبقاوش تعطيو. شي شويه دس الام ديالي قال لي عطيني داك الذهب اللي عندك نبيعو حتى نرجعو لك. من طبيعه الحال راكم عارفين القلب ديال الام حنينه، عطاتني هذاك الشيء اللي عندها، كل مره كنبيع منه باش نمشي نسهر ونبان على الدريات. وما نكذبش عليكم، واحد البنت عجباتني ولصقت فيا حتى هي، لصقت فيا لصقه وحده. صافي هذيك لصقت فيا واحد اللصقه خايبه، وليت ك باغا في اي وقت بغات تجيب معايا الدار، بغات تخرج معايا. المهم ولات ديما كتصوني عليا وكنتهرب منها وديما كتصوني عليا. صافي بقات غدا الايام بحال هكا، واحد شويه واحد يقول لي الطوموبيل حتى هي باش يعني نشد الارض ونجلس ما نبقى ندور لا هكا ولا هكا. وداكشي اللي كان حيدوا لي الطوموبيل، صافي تزيرت، فلوس تقاداو، ما نكذبش عليكم تزيرت. ولا كيجي عندي واحد صاحبي كتركني الطوموبيل، كنقول ليه صاحبي راه ما عنديش فلوس، كيقول لي نسلفك اكون هاني، ولا كيسلفني تغرقت دين حتى الودنين، يعني تسجل عليا واحد 5 مليون ديال الدين. فاش مشات غير في سهر الليل وفي الضحك وفي المهم تبليت انا غير بالخروج، ما كندير حتى شي حاجه خايبه ولكن كنخسر فلوس على الدريات. صافي دارنا شافوا لي نكاك عواجيت مره واحده، مابقيتش غير نرجع للطريق. هما يقولوا لي واحد الحل، اتفقوا كاملين على واحد الحل، قالوا غادي نجوجوا بشي وحده من العائله ديالنا قبل ما يدير لنا شي فضيحه. هي هذيك ناضت الام ديالي جوجتني بنت خاتها، حتى هما من واحد العائله لاباس عليهم، حتى هما والديها تجار وخوتها لاباس عليهم، خواتاتها كاع مجوجين لاباس عليهم. هي هذيك قالوا لي واش بغيتي تجوج، قلت لهم واخا ما كرهتش، نيت انا يا من كثرت الدريات وداك الشيء بغيت انا نشوف الدريات كيفاش دايره العيشه معاهم. صافي قبلت انني نتزوج. الاب ديالي فرح وعاود عطاني المحل، صافي عطاني المحل، بعدت انا كاع من دوك الدراري، قلت انايا ما بقيتش با ملي انا غنتجوز صافي غندخل سوق راسي وغندخل سوق راسي وغادي نرجع الحياه اللي كنت فيها، كنت بخير وعلى خير. داك سهر اللي خرج عليا وليت كنوض دقداق مسالي. المهم قال لي الوالد غدير معايا التزام، غتولي لحليتي الحانوت و الا خرجتي منه عمرك غادي تشوف ولا غادي تعاود ترجع ليه وما غتبقى تدخل حتى للدار. صافي قبلت بهذاك الالتزام، سنيتو معاه. ايوا صافي داروا خطوبه، مشيت انا معاهم لبست مزيان، درنا واحد الخطوبه شويه كبيره فيها غير العائله بجوج. المهم البنت اللي شفتها دخت،
آية من الجمال، آية من الجمال. راكم عارفين لها فسية ما شاء الله عليها، بيضة وزهرة وحروفها فنين، حروفها وارين. عجبني الحال بزاف، بعد باش لطاي عندها وواعرة، وكانت داك الزيف غير اللي يحافق شعرها، وكل مرة مرة كيطيح الزيف على شعرها، حيت شعرها رطب بلا قياس، مرة مرة كيطيح داك الزيف تيزلك. وهي ملي تتقعد راسها اش نقول لكم، كدوخ بالزين ديالها. المهم خطبناها، عجبني الحال، جيت ناشط، وليت كنخدم صباح وعشية وويكاند، ودايما خدامة، مكنبغيتيش من الخدمة غير باش نجمع وندير واحد الحارس اللي هو فاعل تارك، وباش نبين الرجولة ديالي. بقيت خدام بحال هكاك، مرة مرة كنتلاقاها، وفي الأعياد كنديلها داكشي لقسم الله بيجامة ولا. المهم بقينا غاديين بحال هكاك. المهم دازت واحد الوقيتة، درنا العقد، درنا أنا وياها العقد، ايوا صافي. هذيك من بعد واحد شهرين اتفقوا العائله على اننا خصنا نديروا واحد العرس كبير، يكون مجموعه فيه عائلات بجوج في قاعه كبيره وراقيه. معليش كلشي داكشي درناه، وكلشي يعني درنا احسن مكان في الماكله، احسن تريطور، درنا احسن نكافه. وطلعت اش نقول لكم، كتهبل بالزين، هي طلعت واعره صافي. هذيك الابديه اللي فرحان ناشط، فرحان ليا حيت تزوجت، خوتي تما فرحانين ليا، انا فرحان العروسه مديره. ولكن العروسه ملي جلست في السميتو ما كتشوفش فيا نهائيا، ما عرفتش واش ما باغانيش، واش ما عمرتش ليها العين. المهم ما كتشوفش فيا، كنقول مع راسي هذه مالي دافعك ليا صافي. وكنبقى معاها بشويه بشويه، واخا كنهضر معاها ما كتجاوبنيش دغيا. المهم اللي سالت العرس، مشيت عند الوالده قلت لها هذه راه دافعه عليا كبير بحال ما باغانيش ما حاملانيش. مشيت عند الوالده قالت لها هذاك راه راجلك، وهذه خاصك تدوي معاه تهضري معاه واش ما باغاش. قالت لها لا خالتي راني باغاه. وهذه المهم داز داك الشيء مزيان. مشينا في هذيك الليله، مشينا للوطي، مشينا دخلنا دوشنا، حيدت حويجها لداخل في الدوش ماشي قدامي، قلنا ما كاين مشكل. دوشات لبست في حويجها في الدوش، ما خرجتش في بينوار نهائيا، مازال انا زعمت شويه، وحيت حويجي قدامها ولبست البينوار قدامها وكلشي ما عليناش. المهم جينا وهي دايره اللي كتجي. المهم نعست قبل ما نعس انا، نعست ما داتش ما جابت فيه حتى من العشاء، ما كانتوش ديال لوطيل. ايوا صافي الغد ليه داز مزيان، كنهضروا ما كتهضرنيش، كندوي معاها باش نقول لكم. جاتني ثقيله وخزين وخسميتو، ما داكشي دي ما بغاش يتهضرني، داكشي ما بغاش يدخل لي راسي، حيت انا عشت مع بنات كيضحكوا كيفوجوا عليك كي يعني كتحس براسك مطلوق ناشط. هذه زعفاتني، طلعت لي يعني طلعت لي الزعاف، ما كدويش ما كتهضرش، كندوي معها تحت راسها ما فهمتهاش. وصافي جا الوقت انني كتصوني لي الوالده شنو درت، قلت ليها دات كلشي مزيان وهي راه مازال ما كاينه حتى شي حاجه. ايوا داك النهار حاولت معها باش انني نتقرب منها، حويجها ما بغاش تحيدهم، قلت لها حيدي حويجك حتى قلت لهم كتحيد حويجها وحشمانه. المهم اللي كنقرب ليها كتبعد مني، ما كتخلينيش نقيسها، غير كنقيسها كتعود، غير كنقيسها بحال ضرب الضو، ما عرفت شنو ندير. حقها قالت لك ما تقيسنيش فيا هر، هي شنو غنديرو شنو المعمول؟ لحد الان ما عرفتش شنو هو الحل معاها. كنقرب ليها قالت لك تيجيها هر، قستها ما تقيسنيش، شديتها من يدها ما تشدنيش من يدي، ما عرفتش السيدة شنو بغات ولا شنو تزوجات. واللي عارف شي حال يقولوا لي في لي كومونتير شنو ندير معها، واش نطلقها ونبقى معها بشويه بشويه، رغم دابا راه تقريبا شهر وحنا مزوجين ومازال ما دخلت بيها، يعني باقا هي ما فهمتش وما عرفتش منين غنبدا وشنو غندير، واش نبزز عليها، وما بغيتش انني ندخل عليها بالجهد وبزز، خفت لا تبقى عليها شي حاجه ولا. المهم قولوا لي شنو هو الحل اللي غندير مع السيده.